هي مشاعر فرح بأنه الحسكة كانت صرخة نبوية في سوريا، مشاعر فخر برعيتي اللي كانت جدا منفتحة ومتطورة بطريقة تفكيرها وكتابية جدا بنظرتها للرسامة، مشاعر أكيد كمان في شيء عائلي. هي عندنا أحد الترانيم تقول إيماننا الحي القديم، إيماننا منذ الجدود. وأنا عم برسم كنت عم بفكر بجدودي، بالتحديد بأبوي اللي بسببه أنا من أنا، فكانت وكأنه شخص يسلم شعلة إلى شخص آخر ومننا لأولادنا إذا الله راد. فأكيد المشاعر كتير ملخبطة، ولكن فوق كل شيء جمهرة المحبة اللي كانت من مسيحيين ومسلمين الأحد الماضي وصلت إلى العالم أجمع، وصلت إلى العالم أجمع. وهذا شيء كتير يهمنا نحن كسوريين أنه يصل، وكوطنيين بالتحديد، أنه بالحسكة بأكثر مكان متعب، وكأنه الكيكة اللي عم يتصارعوا عليها الكل، الكنيسة قادرة أنه تكون دائما صامدة وشاهدة وأمينة وأبوابها مفتوحة للجميع. وصلاتنا أن يمتد هذا إلى باقي أنحاء المجتمع بكافة طرق تفكيره، بكافة دعواته المختلفة، أن يكون دائما يفكر بالخدمة بكافة أشكاله وفقط الخدمة. أهلا وسهلا فيكم في هذا اليوم المقدس اللي هو يوم دخول الرب يسوع للهيكل، واستعدادنا لعيد القيامة وعيد الفصح. وأكيد نحن اليوم مبسوطين بحضور أول وعظة، أول صلاة تقدسها القسيسة ماتيلد صباغ، اللي هي أول امرأة تحمل الرتبة الكهنوتية في سوريا. وهذا الشيء كتير نعتز فيه ونفتخر فيه، لأنه هو يعزز مكانة المرأة اللي هي كانت موجودة بالأساس بسوريا، وهلا أكدناها ووثقناها برسامة القسيسة ماتيلد. أكيد هذا الشيء إيجابي لمدينتنا الحسكة التي هي ليست الصغيرة أو البعيدة، بل هي موجودة في قلب كل سوري، وهي جدا موجودة في عين الله اللي سهل هذه الرسامة واللي صارت. كمان هالرسامة هي دعوة للجميع لحتى ينظروا لسوريا ما بعد الأزمة، ما بعد الحرب. وأكيد هلأ نحن في طريق نهاية الأزمة، هي كلها رسائل لإلنا وللعالم الخارجي أنه نحن بخير، ونحن مستمرين، نحن صامدين، ونحن عم نرسم قسيسات إناث برتبة كهنوتية. وهذا الشيء من ضمن إصلاحنا الإنجيلي اللي هو موجود في سوريتنا وفي حسكتنا وفي كل في قلب كل مؤمن. أهلا وسهلا فيكن وشرفتنا.